احمد السقا هيعمل مسلسل في رمضان اسمه العتاولة. طبعا احنا كلنا عارفين ومتفقين ان احمد السقا ملوش حظ في المسلسلات، برغم ان هو نجم كبير وكان نجم لسنوات طويلة في السينما. برضو الناس كتير اتهمته ان اداؤه في افوارة شوية، وبرضو اتهموه ان نجاح افلامه كان راجع للابطال اللي بتسندوا الفيلم او العمل اللي هو كان بيقوم بيه، زي فيلم تيتو حرب ايطاليا كان البطل التاني معاه خالد صالح اللي كان كل متفق ان هو اللي نجح الفيلم بتاعه، وفيلم مافيا برضو كان معاه مصطفى شعبان، والفيلم اللي عمل ضجة كبيرة وخلى من مصطفى شعبان حد تاني خالص. احمد السقا ليه مسلسلات قبل كده اتعرضت بس ما جابتش او ما سمعتش قوي. في الفترة الاخيرة احمد السقا عمل مسلسل اسمه جولة اخيرة، المسلسل دوت كان حوالي 10 حلقات، كان مسلسل بيتكلم على الفايتر او اللاعب المصارعة، وكان دكتور وكان لاعب مصارعة. انا بصراحة انا شفت المسلسل عجبني جدا، احمد السقا راجع هو واشرف عبد الباقي، ممتاز، اداؤه كان بسيط وسهل ولذيذ، ما كانش اداؤه اللي هو المأفور او المتعصب او المتشنج بس، لا بالعكس كان اداؤه لذيذ جدا، تتعاطف معاه وتتعاطف مع المشاعر اللي كان بيقدمها لبنته في المسلسل. يعني انا بنصح الناس ان هي تتفرج على مسلسل جولة اخيرة لاحمد السقا واشرف عبد الباقي. في رمضان هيعمل مسلسل جديد اسمه العتاولة، انا متنبئة ان المسلسل ده هيكسر الدنيا وهيسمع. المسلسل بطولة نجمين كبار مع احمد السقا اللي متعود دايما ان هو يجيب نجوم كبار معاه بترفع، كلهم بيرفعوا العمل وما بيهمهوش ان هم برضو بياخدوا منه النجاح، باسم سمرة وطارق لطفي صديق عمره. بس الغريب ان باسم سمرة اللي كان بينه وبين احمد السقا مشاكل من فيلم الجزيرة وابراهيم الابيض هيشترك معاه. برافو احمد السقا، اتمنى لك يكون مسلسل جامد، وشكله كده هيبقى جامد لان انت والنجمين اللي معاك هيكسروا الدنيا. احمد السقا اتمنى ان انت ترجع النجم تاني اللي احنا حابينه من زمان.